نبدأ مع مجدي. يا مجدي مساء الفل. تحياتي كابتن كريم خطاب من هنا من استاد خالد بشارة بالجونة، حيث لقاء الجونة والإسماعيلي. فريق الجونة اللي حضر إلى أرضية الملعب قبل فريق الإسماعيلي توجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس. تحدث كابتن علاء عبد العال على إفساد كل هجمات فريق الإسماعيلي من الخلف والضغط المستمر على الخط الدفاعي، وقال لهم كمان إن النهاردة لابد إن احنا نستحوذ على 3 نقاط يروحنا في جدول الدوري. على الجانب الاخر فريق الاسماعيلي اللي نال حصه تدريبيه بالامس على استاد الاسماعيليه حضر الى الجونه بالامس وحضر الى ارضيه الملعب، ثم توجه مباشره الى غرفه خلع الملابس. ما خرجش اي حد من غرفه خلع الملابس لا الجهاز الفني ولا اللاعبين الى ان نزلوا الى التدريب الخاص بالمباراه. كابتن ايهاب جلال اللي قال للاعبه يجب احراز هدف مبكر يريح الاعصاب، وكمان شرح نقاط القوه والضعف خاصه الخطوط الدفاعيه، وقال للاعبه لابد ان يشتغل كوره على الارض كتير جدا لطقوس ملعب فريق الجونة. غيابات الإسماعيلي مروان حمدي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع، أما غيابات الجونة فأحمد محمود وصبري رحيل. كان هناك لقطة مضيئة هي أحمد مسعود حارس مرمى فريق الجونة اللي توجه إلى غرفة خلع ملابس فريق الإسماعيلي تحية الجهاز الفني واللاعبين، ولا يزال نادي الإسماعيلي يرتدي قميص رقم 100 للإعلان على مئوية السمسمية. يوجد بعض الجماهير هنا في المدرجات الخاصة بنادي الجونة، الجو جميل ونتمناها مباراة ممتعة. والآن عودة من جديد كلمة لحضرتك كابتن كريم والاستوديو التحليلي. مشكورك جدا يا مجدي.